أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التفسير لسورة الأنبياء، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في قصة إبراهيم عندما حطم الأصنام: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. بينا في المجلس الماضي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حطم الأصنام جاء قومه فانبهروا لما حصل لها وسألوا عمن فعل هذا بها، فقال: من سمعه يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء، يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس. فأتي به على أعين الناس، ثم لما أقنعهم إبراهيم أن هذه الأصنام لا تستحق أن تعبد لأنها لا تسمع ولا تنطق ولا ترى ولا تنفع ولا تدفع، قال الله عز وجل مبينا ماذا قال إبراهيم بعد هذا المشهد: قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. عند ذلك قال القوم: حرقوه وانصروا آلهتكم. وهذه هي طريقة الظالمين المجرمين في كل زمان وفي كل مكان، لا يستطيعون أن يقابلوا الحق بالحجة، لأن الحق واحد والحجة ساطعة لا يستطيع أحد أن يرده. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ما يمكن. إنسان يا إخواني يريد أن يطفئ الشمس يستطيع؟ ما يستطيع لو بذل الذي بذل. نعم يستطيع أن يضع أصابعه أمام عينيه فلا يرى الشمس، هذا يمكنه، لكنها لا تنطفئ الشمس بذلك. وهكذا الحجة والحق لا يمكن لأحد أن يطفئه بكلمة أو كلمات أو أن ينفخ عليه أو أن يرده بشبهة أو غير ذلك. ولذلك يلجأ أهل الباطل إلى أسلوب واحد معروف عندهم، تقدم معنا في سورة طه عندما فعل فرعون بالسحرة ما فعل: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ما عند فرعون إلا هذا، فجاء منطق القوة. ماذا قال هؤلاء؟ حرقوه. ما فيه، هذا الرجل يعتبر عندنا عنصر فاسد، ما عنده شيء من الوطنية. لماذا؟ لأنه إنسان لا يؤمن بما يؤمن به المواطنون بس، وهو لا يؤمن بالحق، لا يؤمن بما يؤمن به المواطنون والآباء السالفون. فقال الله عز وجل عنهم: حرقوه وانصروا آلهتكم. بدل أن نطلب النصر من الآلهة صرنا نحن ننصر الآلهة. إن كنتم فاعلين، وبالفعل جمعوا له حطبا كثيرا حتى إنهم يقال جلسوا 40 يوما وهم يجمعون الحطب. والمرأة إذا أصابها شيء من المرض نذرت إن شفتها الآلهة أن تجمع حطبا لإحراق إبراهيم. فلما اجتمع ذلك الحطب الكثير ألقوا إبراهيم بالمنجنيق وأضرموا النار، وألقوا إبراهيم بالمنجنيق من شدة حر النار.
وعندما ألقي إبراهيم جاءه جبرائيل فقال له: هل من حاجة يا خليل الرحمن؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وقال إبراهيم لحظتها: حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. عند ذلك أمر الله النار بقوله وهو ربها: يا نار كوني بردا. يقال إنه انطفأت كل نار في الدنيا، لأن الخطاب كان إيش؟ عام. يا نار، ما قال يا أيها النار التي على إبراهيم كوني، قال يا نار، كل نار سمعت هذا الكلام كوني بردا ولم يقف، ولو قال كوني بردا لقتلت إبراهيم من شدة بردها، لكنه عطف فقال: وسلاما، فبردها لا يؤذي إبراهيم بل يسلمه. على إبراهيم، لما قال على إبراهيم عادت كل نار إلى ما كانت عليه إلا النار التي كانت مع إبراهيم. انظروا للقدرة الإلهية، أي الإلهين أعظم؟ الإله الذي يقال فيه انصروا آلهتكم، أو الإله الذي يقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فتستجيب كل نار في العالم وتنطفئ في تلك اللحظة استماعا واستجابة ورهبة لتلك الكلمة الربانية؟ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، جعلناهم الهالكين. يقال إن الله سلط عليهم البعوث فأهلكهم. ونجيناه ولوطا، أمره الله بالهجرة، فأول من هاجر من عباد الله الصالحين وأنبياء الله والمرسلين هو إبراهيم. قال: ونجيناه ولوطا، لأنه ما آمن معه من قومه إلا قليل. يقال ما آمن معه إلا لوط. وفي سورة العنكبوت قال الله عز وجل: فآمن له لوط. ولوط كما يقول كثير من المؤرخين هو ابن أخي إبراهيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي أرض الشام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه قد ثبت وصف تلك الأرض بأنها هي الأرض المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال: باركنا فيها للعالمين، وأكثر الرسالات في تلك البقعة. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. لما هجر قومه وتركهم أخلفه الله عز وجل بأن جعل له ذرية وهو إسحاق، وجعل له أيضا إسماعيل، وجعل من بعد إسحاق يعقوب. ولذلك قال هنا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي وزدناه أيضا يعقوب. وسمي يعقوب يعقوبا لكثرة عقبه، فكل بني إسرائيل من يعقوب الذي يسمى إسرائيل، وكل أنبياء بني إسرائيل من يعقوب عليه الصلاة والسلام الذي ولد له 12 ابنا وقصتهم معروفة، فكل أنبياء بني إسرائيل من هذا النبي. قال: وكلا جعلنا صالحين، كلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلهم الله من الصالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يدلون الناس إلى الله عز وجل. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أنواع القربات والطاعات، وإقام الصلاة، أي وإقامة الصلاة لكن حذفت التاء تخفيفا للإضافة، وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. تأملوا هذا الوصف يا إخواني، في سورة الأنبياء تردد كثيرا، وهو أن يوصف النبي أو الأنبياء بكثرة عبوديتهم لله. هذه هي حقيقة الأنبياء، أنهم عباد لله حقا، وأنهم يجتهدون في عبادة الله، ولذلك يستجيب الله دعاءهم وينصرهم ويؤيدهم وينتقم لهم ممن ظلمهم ويجعل الخير بين أيديهم ويهيئ لهم أسباب النصر
إلى آخره. قال: ولوطا، أي الذي هاجر مع إبراهيم وهو ابن أخيه، آتيناه حكما وعلما. والحكم والعلم إذا اجتمعا كثيرا في القرآن دل ذلك على النبوة، أي المعنى بالحكم يعني الفهم، والعلم العلم الذي يورثه الله عز وجل من يشاء من عباده. ونجيناه من القرية التي أمر أن يذهب إليها ليبلغها دين الله وليس فيها أحد من قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في منعة من قومه، لأن لوط بعث في غير قومه، ولذلك استضعفوه وآذوه وجاءوا يريدون فعل الفاحشة في بناته أو في ضيوفه، وعرض عليهم أن يزوجهم بناته لأنه ما عنده قدرة في أن يمتنع منه. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو عندي شيء أركن إليه. سبحان الله. فقال الله عز وجل: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، منها أنهم يأتون الذكران من العالمين، ومنها أنهم كانوا يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر وغير ذلك من أعمالهم المنكرة الفاحشة. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين خارجين عن طاعة الله. وأدخلناه هو في رحمتنا إنه من الصالحين. ثم انتقل إلى قصة نوح فقال: ونوحا إذ نادى من قبل، نادى من قبل إبراهيم ولوط، فاستجبنا له. لاحظوا عندما قال نادى عقبها بقوله فاستجبنا للدلالة على سرعة الاستجابة، لأن الذي ينادي نوح وهو رسول من رسل الله العظام، وهو ينادي من؟ قال: إذ نادى من قبل، نادى ربه مستغيثا مستجيرا من هؤلاء القوم الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادة الله. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله له وأغرق قومه كلهم إلا من آمن. قال: فنجيناه وأهله، أي الذين آمنوا من أهله، لأن ابنه وامرأته لم يكونوا من أهله. قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وهو الطوفان الذي عم الأرض كلها، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال بعض المفسرين: ونصرناه من القوم، أي على القوم، فجعل من بمعنى على. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين فلم يجعل الله فيهم أحدا. ونجى موسى والمؤمنون معه ومن أمره الله عز وجل بأن يحمله أو يحملهم معه، وهو أنه حمل من كل زوجين اثنين، من النمل والبعوض والدواب والماعز والإبل والبقر والأسود والنمور والفهود والقطط وغيرها، حملها معه في السفينة ليبقى أصول هذه الأنواع. فلما انتهى الغرق وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء، نزل نوح ومن معه ونزلت هذه الحيوانات فدبت في الأرض ودبت إليها الحياة. قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يعني أذكر قصة داود وسليمان، إذ يحكمان في الحرث، إذ يقضيان في أمر الحرث وهو الزرع. إذ نفشت فيه غنم القوم، النفش هو أن تنتشر الغنم في الليل فتأتي إلى الزرع أو إلى الكلى فتأكله. قال العلماء: النفش هو الرعي ليلا، والهمل أو السرح هو الرعي نهارا. نفشت أي رعت ليلا.
إذ نفشت فيه غنم القوم فأكلت الزرع كله، فجاءوا إلى داود يحتكمون إليه، فقضى داود عليه الصلاة والسلام باجتهاده وقال: يا صاحب الغنم أعطي غنمك صاحب الزرع، وانتهت القضية. فقال سليمان: يا نبي الله، أو غير ذلك؟ قال: وما هو يا بني؟ قال: يأخذ صاحب الحرث، يعني صاحب الزرع، يأخذ الغنم فينتفع بها، يشرب من لبنها ويستفيد من شعرها ومن أولادها، ويعطى صاحب الغنم الزرع فيزرعه. فإذا كان في مثل تلك الليلة التي نفشت فيه الغنم، سلم صاحب الغنم الزرع للمزارع، واستلم صاحب الغنم غنمه. وكان هذا اجتهادا عظيما، لأنه لا ضرر فيه على الطرفين، وإنما فيه أن يدار الضرر بقدره. ما أدري أنتم فهمتم القصة ولا لا؟ أي نعم. قال الله عز وجل: وكنا لحكمهم شاهدين، يعني شهدنا حكم داود وسليمان. قال: ففهمناها سليمان، أي أعطينا سليمان فهم تلك القضية. وهذا يدل على أن القاضي إذا قضى باجتهاده فأخطأ أنه لا تثريب عليه. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. لاحظوا، مدح سليمان ولم يذم داود، بل مدحه بالحكم والعلم، لكن الكمال عزيز، والله عز وجل فرق بين العباد. فسليمان اجتهد وأبوه داود اجتهد، لكن داود اجتهد فلم يصب وجه الحق، وسليمان اجتهد فأصاب وجه الحق، فلذاك أجر واحد على اجتهاده، ولهذا أجران على اجتهاده وإصابته. قال الله عز وجل: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، يبين فضائل داود عليه الصلاة والسلام. سخر الله معه الجبال يسبحن، فإذا سبح سمع دوي الجبال وهي تردد معه: يا جبال أوبي معه، رددي معه الذكر. فيتحمس داود ويطرب، وكان ذا صوت عذب ندي، إذا سمعه كل شيء أصخى حتى الطير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي موسى لما سمعه وهو يتلو، قال: قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيا ليتنا سمعنا مزامير آل داود وعرفنا كيف هي، حتى نعرف ما أصواتنا قريبة منها أو بعيدة. قال: والطير تستمع له، وكنا فاعلين، أي نقدر على ما نريده. يقول أن الطير يقف في السماء، إذا سمع داود عليه الصلاة والسلام وهو يسبح يقف في السماء ويردد مع داود عليه الصلاة والسلام، آية من آيات الله. قال الله عز وجل: وعلمناه صنعة لبوس لكم، أي علمناه صنعة الدروع. فأول من صنعها على هذه الشاكلة حلقا تحيط بالجسد، وكانت قبل داود ألواحا، إما أن يكون لوحا في الأمام ولوحا في الخلف، جعلها داود عليه الصلاة والسلام حلقا صغيرة فيلبسها المقاتل، فإذا ضربه سيف أو أصابه سهم رده الحديد من النفوذ إلى الجسد. قال: لتحصنكم من بأسكم، أي من الحرب. فهل أنتم شاكرون نعمة الله عز وجل التي أنعمها عليكم بتعليمكم مثل هذه الصنعة؟ ثم قال: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، أي جعل الله عز وجل وسخر له الريح. فسليمان سخرت له الريح لأنه كان ملكاً من ملوك الأرض العظام، فجعل الله عز وجل له الريح مسخرة، وذلك استجابة لدعاء عندما قال: وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وكان مما وهبه الله عز وجل أن جعل سخر له الريح وسخر له الشياطين يعملون بأمره، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: ومن الشياطين من يغوصون له. ولسليمان الريح عاصفة، أي قوية شديدة الهبوب،
تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، لأنها تذهب في غدوها شهر كامل، يعني مسيرة شهر تذهبه في الغداء في الصباح، وترجع كما قال الله عز وجل غدوها شهر ورواحها شهر، يعني مسيرة شهر تقطعه في المساء. فإن قلت الطائرات قد تفعل أكثر من ذلك، يعني تنقل الناس مثلا من دمشق أو من بيت المقدس إلى صنعاء في 3 ساعات، نقول نعم الطائرة كم تحمل؟ 400 500 1000. الطائرة كم تحمل يا أخواني؟ خلنا نقول 1000. هذا يحمل جنوده كلهم ومملكته، يضعهم على ظهر لوح من الخشب، ثم تأتي الريح فتحملهم جميعا، فتذهب أمة كاملة من البشر تسير في غداة واحدة مسيرة شهر، ثم تعود في ذلك اليوم إلى المكان الذي جاءت منه وهي الأرض المباركة. قال الله عز وجل: وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين، أي سخرنا لسليمان من الشياطين من يغوصون له، أي في البحار، فيأتونه باللآلئ والجواهر والدرر، ويعملون عملا دون ذلك، أي غير ذلك وسواه. وكنا لهم حافظين، أي أن يخرجوا عن ملك سليمان، نحفظهم فلا يخرجوا عن ملكه ولا يتمردوا عليه، أو نحفظهم فلا يفسدوا شيئا مما عملوا. قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه، يعني أذكر أيوب إذ نادى ربه. كل هذا الآن يجري يا إخواني في ذكر فضائل الأنبياء ونعم الله عليهم ومكانتهم عند ربهم سبحانه وتعالى وإكرام الله لهم، ولهذا سميت هذه السورة سورة الأنبياء. قال: وأيوب إذ نادى ربه، متى؟ عندما مسه الضر واشتد به البلاء، فماذا قال؟ قال بكل أدب مع الله: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قال أزله عني ولا ارفعه من بدني، قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لأن أيوب كان رجلا تاجرا، كان صحيح البدن، كان كثير المال والعيال، فيقال إن إبليس يعني قال: لو سلطتني يا ربي على أيوب لفتنته. فقيل له: دونك إياه. وهذه طبعا من قصص بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. فالمهم سلطه الله عز وجل على ماله فأحرقه كله، وعلى أنعامه فأهلكها كلها، ولا يزيد أيوب إلا على أن يسترجع ويحمد الله. ثم سلطه على أولاده فأهلكهم جميعا، ولا يزيد أيوب إلا على أن يحمد الله. ثم سلطه، قال: سلطني يا ربي على بدني، فنفخ في قدمه فأصيب بحكة عظيمة حتى أنتن منها جسمه، وكرهه الناس وأنفوا منه حتى إنهم جعلوه في أطراف المدينة، ولم يبق معه أحد يخدمه إلا امرأته. قالوا: في ذات يوم من الأيام جاءه أخوان له، فلما قربا منه لم يطيقا أن يدنوا منه من ريحه، فقالوا: والله ما أصاب أيوب الذي أصابه إلا من ذنب قد كان منه. فغار أيوب، غار لما سمع هذه الكلمة، قال: اللهم إنك تعلم أني لم أبت يوما شبعان ولي جار جائع، وأنا أعلم أحدا من عبادك جائع إلا وأطعمته، وأني لم أبت ليلة مكتسيا وأعلم أحدا عاريا من عبادك إلا وكسوته، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أي نعم. وفي هذه الرواية يقولون لما قال هذه الكلمة: اللهم إني أسألك أن تصدقني، فسمع صوتا فصدق، إن أيوب قد صدق فيما قال، عندها سجد وقال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعند ذلك نزل عليه فرج الله عز وجل عندما قيل له: هذا مغتسل بارد وشراب،
أخذ الماء وغسل به جسمه فشفي، ثم قال الله عز وجل له: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. آتاه الله أهله ومثل أهله معه. قيل إنه رد عليه من مات من أهله، وهذا هو ظاهر الآية. وقيل إنه قيل له: إن شئت أحييناه وإن شئت استبقيناهم لك في الجنة، قال: بل استبقهم في الجنة، فأعطاه الله مثلهم في الدنيا. قال: رحمة من عندنا بعبدنا الذي صبر، وهو العبد الذي شهد الله له بالصبر، لأنه قال: إنا وجدناه إيش؟ صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه الشهادة ما استحقها أيوب إلا بصبر عظيم، يقال إنه بقي فيه البلاء يتكفأه من كل جهة 18 عاما، وهو لا يزداد مع كثرة البلاء إلا ذكرا لله، بل ولا يدعو الله عز وجل برفع البلاء عنه، حتى إذا اشتد الأمر عليه قال تلك الكلمة: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، ذكرى لمن يعبد الله حقا ويستكثر من عبادته، أننا نستجيب له دعاء إذا دعانا، فهي موعظة للعابد. ولذلك يا إخواني، تعرف إلى الله في الرخاء، إيش؟ يعرفك في الشدة. إذا دعوت الله عز وجل دعاء المضطر، قالت الملائكة: يا رب، هذا عبدك يستغيث بك، فيقال: هذا صوت معروف من عبد معروف. وإذا كان الرجل لا عهد له بعبادة الله فاضطر فدعا الله في الضرورة، قيل: هذا صوت معروف من عبد غير معروف، لأنه ما يعرف بعبادة الله عز وجل. قال: وإسماعيل، وهو ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من غير سارة ولكنه من هاجر، وإدريس وهو الذي تقدم في سورة مريم، وذا الكفل. ذا الكفل اختلف فيه هل هو نبي أو رجل صالح، وقرنه بالأنبياء يدل على أنه نبي، واختلف في تسميته ذا الكفل، فيقال إنه تكفل لنبي بعث في قومه أن يحكم فيهم بالحق وألا يغضب إذا استقضي، فقام بالأمانة فسمي ذا الكفل. وقيل إن رجلا كان يصلي لله في اليوم والليلة 100 ركعة، فلما مات قام رجل شاب من قومه فقال: أنا أتكفل بمثل عبادته، فسمي ذا الكفل. قال: كل من الصابرين، أي كل هؤلاء من الصابرين. قال: وأدخلناهم في رحمتنا، أي في جنتنا، إنهم من الصالحين، أي بسبب أنهم من الصالحين. ثم قال الله عز وجل: وذا النون. أذكر يا محمد خبر ذي النون، وهو يونس بن متى الذي بعث إلى نينوى، قرية من قرى العراق: إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، خرج من قومه غاضبا عليهم لأنهم لم يستجيبوا لدعوة الله التي دعاهم إليها، فظن أن لن نقدر عليه. قال العلماء: فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، كما قال الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، يعني ظن ذو النون أن الله لن يضيق عليه فضيق الله عليه. لماذا؟ لأنه خرج من قومه قبل أن يستأذن ربه، لأنه لا يحل للنبي أن يدع قومه حتى يأذن الله له بالخروج، فهو استعجل بالخروج عليه الصلاة والسلام. وقيل: فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نقدر عليه العقوبة. ولا ينبغي أن تحمل الآية على معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن الله لا يقدر عليه،
لأن هذا لا يظنه أحد المؤمنين، فكيف بنبي من أنبياء الله؟ ولذلك يقال إن معاوية بن أبي سفيان لما جاءه ابن عباس قال: يا ابن عم رسول الله أدركني فقد كدت أغرق في لجج القرآن، لجة من لجج القرآن. قال: وما هي؟ قال: إني قرأت البارحة قول الله عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فقلت: كيف يظن نبي من أنبياء الله ألا يقدر الله عليه؟ إن هذا لا يقع من أحد المؤمنين. قال: يا خليفة رسول الله أو يا أمير المؤمنين، إنما هي من القدر بمعنى التضييق وليست من القدرة. فقال: أنقذتني أنقذك الله، أو كما قال معاوية. قال الله عز وجل: فظن أن لن نقدر عليه فنادى، لاحظوا كلمة نادى مرت بنا أكثر من مرة مع نوح، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. قال: فنادى في الظلمات، نداء ينادي الله عز وجل: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لاحظوا أدعية الأنبياء يا إخواني، في غاية الأدب وفي أكمل ما تكون من جمال الألفاظ وحسن التعبير والتعريف بمقام العبودية بين يدي الرب سبحانه وتعالى. فهو يعترف لله بالألوهية والوحدانية، وفي الوقت ذاته يعترف لنفسه بالتقصير والذنب، وينزه الله فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأنا ظالم لنفسي، ولا يكثر أكثر من ذلك. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة بقوله عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في الظلمات أو وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. احفظوها يا إخواني، دعوة أخي ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. قال الله عز وجل مبينا جمال هذه الدعوة وعظم أثرها، وأن الله استجاب لها إكراما لنبيه يونس: فاستجبنا له، وجاء بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، وأن الله أسرع باستجابة دعائه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي بمثل هذا الإنجاء ننجي المؤمنين. فأنت إذا وقعت في كربة قل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ينجيك الله كما أنجى ذا النون من ماذا؟ من الظلمات. ما هي الظلمات؟ ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، لأن الحوت التقم ذا النون ثم غاص به في أعمق البحور، يقال حتى سمع تصبيح قاع البحر. قال الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. لاحظوا مواقف الأنبياء وهمومهم وحاجاتهم مختلفة، ومع كل هذا الاختلاف يجيبهم الله عز وجل ويستجيب دعاءهم ويدنيهم ويعطيهم سؤلهم. لماذا؟ لأنهم كانوا من العابدين، كانوا من الصابرين، كانوا من المطيعين المخبتين. وزكريا إذ نادى ربه بأي شيء؟ ربي لا تذرني فردا. قد جاءت قصته مستوفاة في سورة مريم، إذ نادى ربه نداء خفيا: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي، إلى آخر ذلك، تلك الدعوة: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، خير من يرث كل موروث، لأن كل شيء سيقول إلى الله عز وجل. فاستجبنا له، جاءت الاستجابة مباشرة ولم تتأخر. ووهبنا له يحيى بعد أن وهن العظم منه
وكانت امرأته عاقرا، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، أي جعلناها صالحة للولادة بعد أن كانت عاقرا لا تلد. إنهم أي الأنبياء السابقون أو زكريا ويحيى وزوجة، زكريا ويحيى وزوجة زكريا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا هو السبب في إكرام الله لهم وفي سرعة استجابة الله لدعائه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كلما دعوا إلى خير أجابوا، ولم يجيبوا بتباطؤ وتكاسل وتردد، بل بمسارعة ومبادرة يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي يكثرون من الدعاء، فلا يدخرون الدعاء لساعات الشدة، بل يدعون الله عز وجل دائما وأبدا في الرغب والرهب، ويدعونه فيما يحبون وفيما يخافون، فيما يطلبون وفيما يرهبون، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، كانوا مستكينين ذليلين لنا. وهكذا الدعاء المجاب من أعظم أوصافه أن يستكين الإنسان بين يدي ربه، فيدعو وهو متضرع خائف ذليل مقبل على الله عز وجل. أما إذا دعوت وقلبك لاه مشغول يهيم في أودية الدنيا فإن الإجابة قد تكون منك بعيدة. قال: والتي أحصنت فرجها، أي واذكر خبر تلك المرأة وهي مريم، التي أحصنت فرجها أي حفظته من أن ينال بسوء، فنفخنا فيها من روحنا، جاءها جبريل فنفخ فيها من روح الله عز وجل، أمره الله أن ينفخ فيها من الروح ليخلق عيسى عليه الصلاة والسلام في رحمها، وجعلناها وابنها آية للعالمين. كل هذه كرامات الله عز وجل للأنبياء الذين هم صفوة الله من خلقه، وهكذا من يسير على دربهم ويمشي على منوالهم ويقتدي بهم فإنه ينال من الكرامة ومن الحظوة عند الله سبحانه وتعالى ما هو حقيق به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.